السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سالم بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله جاي نتكلم على حاجة خطيرة جدا، وهي تأثير الكهرباء على الإنسان. وهنشوف فيديو مع بعض يوضح تأثير وقوة الكهرباء أو قوة التيار لما بيجي يعدي في حاجات كتيرة احنا بنتعامل معاها بشكل يومي، يعني مثلا مسمار حديد، معدن، مفتاح، المفتاح بتاع الماية اللي هو بيبقى من الحديد القوي جدا. هنشوف كل ده ازاي بيتأثر لما يتعرض ل 500 ل 5000 أمبير. 5000 امبير هنتعرض دلوقتي، هنفهم مع بعض ايه تأثير اصلا النسب الصغيرة جدا من الامبير او من التيار الكهربائي على الانسان. فما بالكم بقى 5000 امبير، ده هنشوف هيعمل ايه في الادوات اللي احنا بنتكلم عليها. تعالوا يلا بينا نشوف. عندنا دلوقتي المخط اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بيوضح نسب التيار الضئيلة جدا ممكن تأثر ازاي على الانسان. فلو انتوا خدتوا بالكم ان يعني مثلا من 1 ملي امبير لحد 50 ملي امبير بيحصل حاجات اللي هو يعتبر كبيره جدا، اللي هو الم شديد وتنفس وجهاز تنفسي. طبعا اصغر من 1 ملي امبير ده ما بيعملش تاثير، تمام؟ بيعمل لك زغزغه كده، عامل زي لما تيجي تحط لسانك في الفيشه بتاعت الشاحن بتاعت الموبايل. طبعا مش فيشه الكهرباء عشان ما حدش يروح يجرب الفيشه بتاعت الشاحن اللي هي بتاعت اليو اس بي، تمام؟ لكن عندك لحد 50 ملي امبير لو احنا ما وصلناش اصلا ل1 امبير، الم شديد وتوقف تنفس وانقباضات عضليه شديده. وعندك لما بيوصل ل 100 ملي امبير بيحصل تلف في الانسجه، وان هي بتبقى خطر جدا لو استمرت، بيفتت الانسجه، تمام؟ 200 ملي امبير، توصل ل 200 ملي امبير بيحصل تلف في الانسجه بقى بشكل اسرع، ممكن ايه؟ مع السلامه، وفاه. 200 ملي امبير وانت طالع اللي هو 2 من 10 امبير، لسه ما وصلناش برضه ل1 امبير، توقف القلب. يعني انت عدى في جسمك 1 امبير انتهى كده، انت مت، تمام؟ زائد انت هيحصل لك حروق بشعه. هنشوف مع بعض دلوقتي تاثير الكهرباء والتيار دون على البني ادم. ده احنا لسه ما وصلناش ل1 امبير، ده تاثير على البني ادم. المفروض البني ادم قوي وعنده عظمه ومعرفش ايه وبتاع، فما بالك بقى ال 5000 دول هيعملوا ايه في الحديد المعدن؟ تعالوا نشوف، يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. المفروض الفيديو ده موجود على الانترنت. اتنين دول يعني اتنين شكلهم مجانين، تمام؟ هم قرروا ان هم يورونا تاثير الكهرباء او ال 5000 امبير، تمام، على المعادن. هنشوف مع بعض هم هيبداوا بايه، بس نجرب كده عشان هم بيقربوا في البدايه ويشرحوا لنا المعدات اللي هم بيستخدموها. هو طبعا اول حاجه معانا مسمار، هم جايبين مسمار، تمام، مسمار حديد باين عليه اهو. المفروض ان هم يعرضوا المسمار دون لل 5000 امبير. هم طبعا مش ذاكرين قد ايه فولت، بس طبعا الفولت مش مهم طالما ايه، طالما المقاومه ثابته وطالما كميه التيار اللي تقدر تخرج كبيره. يعني يا لهوي، واخدين بالكم؟ واخدين بالكم؟ مسمار ما لحقش، يعني ما لحقش. بصوا كده تاني، بصوا كده، مجرد ما عرضه التيار بقى عمال بيحاول يكسر الحاجز ده. طبعا المسمار ده ليه مقاومه، فالتيار بيحاول يكسر الحاجز بتاع المقاومه بتاعته، فبيبدا يسخنه على الاخر. طبعا المقاومه بتولد حراره، عمال يقاوم في التيار اللي عمال يعدي فيه. طبعا نسبه كميه التيار لو هم زي ما هم بيقولوا كده كبيره جدا. يا نهار ابيض، المسمار ساح، المسمار ساح تماما، مسمار بقى خلاص يعني مبقاش ليه وجود. يعني كمية الحرارة خلت الطوبة نفسها اتفتقت. انتوا واخدين بالكم المسمار بقى عامل ازاي؟ المسمار ساح، داب، كأنك انت بتدوبه كده. لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا جايبين مفتاح مية، مش مفتاح مية، مفتاح اللي هو الرنشات اللي بيفتحوا بيها الصواميل دي. المفتاح ده بيبقى معمول من حديد قوي يعني. طبعا ده في امريكا هيبقى معمول حديد اقوى، يعني عندنا في شركات بتعمل حديد الزهر برضه نفس القصه، بس اعتقد ده مقاومته هتبقى اقل. واخدين بالكم؟ واخدين بالكم؟ بيحاول التيار بيحاول يكسر المقاومه، فخلاص بصوا بينتج عنها حراره وطاقه عاليه جدا. ده خلاص بص ساح، انتهى الامر، خلاص مفيش حاجه تاني. طبعا الشر ده كله جاي في عينيه، فما تفهمش بقى انت ايه يا جدعان، انتوا عاملين ازاي؟ بس طبعا ساح باش، الرنش باش، لا حول ولا قوة الا بالله، حاجة عجيبة جدا. برضه هيعملوها تاني، يعني غريب.
سبحان الله، ربنا يحفظنا والله. الناس اللي بتقعد تهرج وتروح تمسك السلك وتعمل نفسها يعني ما حصلتش، تمسك السلك بتاع الكهرباء وتهرج كده. الكهرباء ما فيش معاها هزار، كمية طاقة بشعة، طاقة مبالغ فيها، لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عارف ازاي هم صامدين مع الشر اللي بيطلع في وشهم ده. يعني بص بص كمية الشر اللي بتطلع، بص السلك ابتدى يتحرق، ما خلاص هو بيقرب السلكتين من بعض، فتلاحظوا ان الحرارة يعني كده كأنه بيلمس السلكتين في بعض، فطبعا الحرارة اللي بتنتج عن كده ولعت في السلك. هو الموضوع بسيط، هي الفكرة ان دايما هو المعادلة واضحة، في بتساوي اي في ار، الفرق الجهد بيساوي التيار في المقاومة، كل ما المقاومة تقل كل ما التيار اللي هيعدي هيعدي كتير، مش محتاجة يعني. فالفكرة ان لا يعني بص، المقاومة قليلة جدا، مسمار بالنسبة طبعا للفولتية العالية، يعني هما قايلين ان الفيوز بيطلع 5000 امبير، فده اكيد الفولت اللي طالع منه كبير اضخم من كده بكتير. يعني عندنا في البيت 10 امبير على 220 فولت. بص المسمار ساح باش، يعني هو لما يعني يا ريت المسمار بيفضل على حالته بس خلاص، لا ده هو ساح، ما بقاش ينفع حاجة تانية، خلاص بقى مسك فيه. برضو انا كنت بتفرج على فيديوهات اللي هي تأثير الكهرباء على الطيور اللي بتبدأ تعدي فوق الـ اسمه ايه، فوق الاسلاك بتاعت الكهرباء الممدودة، بتلاقي الطير خلاص هو اتبخر ولزق في السلك، حاجة بشعة جدا يعني. وهنا جايبين سيخ، تمام، يعني انا اعتقد ان هو سيخ بس انا حاسس ان هو مفك طويل شويه، بس هم كسروه. حاولوا بقى بصوا، عايزكم تلاحظوا بقى اللي بيحصل. بصوا دلوقتي ايه، بتحاول تكسر المقاومه، طبعا الحته دي اللي هي مقاومه، طبعا التيار اللي ماشي بيحاول يكسر ايه المقاومه عشان يعدي بأكبر كمية ممكنة. هي الكهرباء كده، الكهرباء دايما بتحب تعدي أكبر نسبة تيار ممكن. زي ما انتم شايفين طبعا المقاومة بينتج عنها حرارة، فالحرارة دي بتتلف الشيء اللي هم شغالين عليه، فبيبدأ بقى الحرارة دي بتتلفه وبيبدأ يتحول ايه، لأن هو ما فيش مش موجود، يبدأ يسيح بقى. حاجة غريبة يعني، كمية حرارة خطيرة جدا. برضو الناس اللي بتستخدم الكاتل في البيت، الكاتل ده فكرته ببساطة إن هو بيمشي كهرباء في حتة الحديدة اللي تحت دي، ولذلك دايما بيقول لك ما تفتحش الكاتل حط إيديك جوه، لأن أنت كده الكهرباء هتموت، أنت الكهرباء هتموت فعلا، مش إن هو هتكهرب وخلاص، أنت ممكن تموت، يعني نسبة الكهرباء اللي بتبقى جوه بتبقى عالية جدا. فهي بيمشي كهرباء في المية، فالمية خلاص طبعا نتيجة التيار العالي دون بيسخن السخان اللي تحت، فالمية بتسخن. في كاتلات بتبقى نظام سخان، وفي كاتلات بتبقى بتعدي الكهرباء مباشرة في المية، فده شيء مش صح يعني. عشان كده دايما يقولك تشتري كاتل محترم، عنده رش وبص، يعني ما عنديش فكرة بصراحة دي مية ولا ايه يعني، لان هو ما ينفعش رش مية كده. طبعا زي ما قلت لكم طلع مفك، مطلعش سيخ ولا حاجة، فك بقى حاجة غريبة. لا 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 لا، يعني الموضوع صعب، بيمسكها بالزرارية بيهرج والله. السجادة اللي تحت دي مبقتش تنفع تاني، وقعدت تخيل لو هو بيعمل الحاجات دي على السجادة، والسجادة مولعة أصلا. بصوا هنا في حاجة كده يعني جنب السجادة محروقة، ده طبعا الفيوز اللي شغالين بيه. بص بقى هنا الرنش كبير شوية، تعالوا نشوف تأثير الموضوع عامل ازاي. أتوقع إن ده يعني إيه، هيسيح بسرعة، عشان واضح إن في نسبة زهر، لو أنتوا واخدين بالكم في آخر المفتاح كده في نسبة زهر كبيرة. الزهر ده مقاومته مش زي مقاومة الحديد. بصوا باش خلاص ساح، ايه لزق دلوقتي، بصوا خلاص، حاجة غريبة جدا يعني.
حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الحتة دي صمدة تقريبا، ممكن يكون فيها الأمونيا أو مش عايز أفتي برضه، بس واضح إن فيها نسبة إيه، حاجة مقاومتها أعلى شوية، بس صمدة. وعلى السلك يعني مش عارف، أنا بصراحة ما تجيليش الجرأة إن أنا أعمل كده، يعني أنا أخاف إن البتاعة دي الكهرباء. طبعا انتوا شايفين التأثير بتاع الكهرباء عامل ازاي، يعني تأثير بشع. مفتاح المية ساح، هما بيستعرضوا هنا ايه، بيستعرضوا الحاجات اللي هما استخدموها عشان يكونوا حاجة زي كده. فلا يعني اللي احنا نقدر نستشفه من الفيديو ده ان احنا الكهرباء ليها تأثير قوي جدا على الإنسان، فأنت لازم تخلي بالك في مكان، أي مكان تحس إن فيه مشكلة في الكهرباء ما تتعاملش معاها، ما تقربش من الكهرباء، ما تعملش فيها فقيك، تقول تروح انا تقول انا اروح افصل الفيزا ولا اعمل ايه ولا الكلام ده، ما فيش. بشوف دايما بعناية ناس بتبقى مثلا تحصل حريقه نتيجه كهرباء، يجيبوا ميه ويرشوا على، ايه الهبل ده، ايه الهبل ده، ويقربوا منها ويحاولوا يطفوها برجلهم، ايه ده، ده كلام ما ينفعش. طبعا انتوا شايفين تاثير الكهرباء على المعادن عامل ازاي، بسياحها ازاي، فخلوا بالكم من نفسكم، ما ينفعش يعني، ما ينفعش ان انتوا الناس تبقى ما عندهاش الثقافه بتاعت ان الكهرباء ده شيء خطير جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي بعملها. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.